السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع مرة أخرى في هذه الحلقة المليئة بالأحداث الحصرية. لكن قبل البداية لا تبخلوا علينا بالاشتراك وكذلك تفعيل زر الجرس، وأيضا لا تبخلوا علينا بالضغط على جيم أسفل الفيديو حتى يرقى نحو الأفضل بإذن الله، وسأكون شاكرا لكم. وحتى لا أطيل عليكم لنذهب إلى عناوين هذا الموجز. نرجس الحلاقة ترزق بمولودتها الأولى. الفنانة سما المصرية تنهار باكية: أقضي عمري كله في السجن، لماذا؟ النجمة المصرية محمد رمضان متهمة بتقليد الفنان المغربي سعد المجرد. بعد تامر حسني وبسمة بوسيل، زوجة مطرب مصرية شهيرة تصر على الطلاق. أول تعليق لنوال الكويتية على صلح أحلام وأصالة. دنيا بطمة تشكي الويلات من مولودتها الجديد. ازدان فراش الممثلة المغربية نرجيس الحلاق مساء الاثنين 16 من نوفمبر 2020 بمولودة أنثى أطلقت عليها اسم فنة. وتقاسمت نرجيس مع متابعيها على الانستغرام فرحتها باستقبال مولودتها الأولى، حيث نشرت عبر ستوري حسابها على الانستغرام صورة لأرجل ابنتها وعلقت عليها قائلة: الحمد لله، شكرا على دعواتكم، ابنتي جات بصحة وعافية، وكان لها من اسمها نصيب فنة. وضعت نرجيس الحلاقة مولودتها بإحدى المساحات بكندا، وهو البلد الذي استقرت به هذه الفنانة مؤخرا. وبمجرد أن أعلنت نرجيس عن خبر ولادتها أغرقها متابعيها بعبارات التهنئة معبرين عن سعادتهم لمرور ولادتها بسلام، فألف مبروك للفنانة المغربية. الفنانة سما المصرية تنهار باكية: أقضي عمري كله في السجن، لماذا؟ شاهد التفاصيل. بكت الفنانة سما المصرية في أحدث تسجيل صوتي لها مسرب من داخل محبسها بسبب كثرة القضايا المقامة ضدها. وحسب اليوم السابع قالت سما المصرية باكية: أنا مش عارفة ليه كل القضايا دي بتتعمل ضدي في الوقت ده، ثلاث قضايا في وقت واحد، سب وقذف وتحريض في الاقتصادية، وعندي قضية جديدة بكرة في نيابة أكتوبر، عايزة أعرف ليه كل القضايا والأحكام دي ضدي بس. وأضافت: أنا غلطت مرة وتعاقبت وخدت سنتين وسنة في قضية السب والقذف، مع إني والله ما نشرت الفيديو، أنا بعته على الواتس لصاحبتي، ما بعتوش لريهام سعيد، أتحاسب ليه على الواتس. وقضية التحريض الثانية اللي تعاقبت عليها مرة أتعاقب عليها ليه تاني؟ وقضية بكرة في أكتوبر ليه الواحد يعيش اللي باقي من عمره في السجن؟ النجم المصري محمد رمضان متهم بتقليد الفنان المغربي سعد المجرد، ماذا فعل باللوك الجديد؟ شاهد التفاصيل. فاجأ الممثل المصري محمد رمضان الجميع بتغيير لون شعره وصبغه باللون الأبيض وبقصة جديدة ومختلفة لاقت اهتمام محبه. إلا أن أكثر ما لفت انتباه الجمهور وهو اتهامه بتقليد الفنان المغربي سعد المجرد بهذا اللوك الجديد، خصوصا أن المتابعين استعادوا بذلك قصة الخلاف بينهما التي نشبت خلال الفترة الماضية. ونشر محمد عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مقطع فيديو له بإطلالة جديدة، وعلق بكلمات أغنيته انت جدع قائلا: راح بلطي واللي جاي جمبري. بعد تامر حسني وبسمة بوسيل، زوجة مطرب مصرية شهيرة تصر على الطلاق. كشفت زوجة المطربة المصرية تامر عاشور اليوم الاثنين أنها لم تحصل على الطلاق منها حتى الآن، رغم مرور عام ونصف العام على إعلان انفصالهما. وبحسب تقارير مصرية محلية، فقد عبرت سمرة أبو شقة زوجة تامر عاشور عبر خاصية أسطوري على حسابها على موقع الانستغرام للتواصل الاجتماعي عن رغبتها في الطلاق منه بشكل رسمي.
وأكد أبو شاقة لأحد المتابعين لحسابها أنها لا تستطيع التفكير في الزواج مرة أخرى إلا بعد وقوع الطلاق بينها وبين تامر عاشور. وشددت زوجة تامر عاشور أنها متمسكة بقرارها ولن تحيد عنها وأن الطلاق سيحدث قريبا. يشار إلى أن تامر عاشور أعلن عن انفصاله عن سمرة أبو شقة في عام 2018 بعد مرور شهر واحد فقط من زواجهما الذي أثمر عن ابنتهما أيام. وفي سبتمبر 2019 احتفل تامر عاشور بخطوبته من ملكة جمال الكون السابقة دارين حلمية، ولكن بعد مرور شهر أعلن انفصاله عنها. وتأتي تصريحات زوجة تامر عاشور بشأن إصرارها على حصولها على الطلاق منها بعد حالة من الجدل التي أحدثتها الفنانة المغربية على مواقع التواصل الاجتماعي بسمة بوسيل يوم الجمعة الماضية عقب إعلان انفصالها عن زوجها الفنان المصري تامر حسني، وأنهما يحضران أوراق الطلاق بحسب بيان عبر حسابها على الإنستغرام سارعت إلى حذفها. وحاول تامر حسني يومه الاثنين مصالحة زوجته عبر رسالة على الإنستغرام، وأكد فيها أن بينهما حب كبير وأبناء وأنه باق على استمرار حياته معها، كما أشار إلى أنها تهورت في إعلان انفصالها عنها لكنه رغم ذلك يحبها. أول تعليق لنوال الكويتية على الصلح أحلام وأصالة. عبرت الفنانة نوال الكويتية عن سعادتها الكبيرة بعد صلح صديقتيها في المجال الفني النجمتين أصالة وأحلام. ونشرت نوال تغريدة عبر حسابها على تويتر جاء فيها: أحلى خبر سمعته لأنكم الاثنين غاليين على قلبي، وعافية عليكم خواتي، والصلح خير، وعافية على وليدي فاهد. كما نجحت محاولات الصلح بين المطربة السورية أصالة والنجمة الإماراتية أحلام الشمسية بعد رد النجمة السورية على ابن الفنانة الإماراتية أحلام فاهد مبارك الهاجرية، الذي أكد في تغريدة لها أن والدته تسمع أغنيات أصالة أكثر منها، ما أثار تفاعلا كبيرا على تويتر. دنيا بطمة تشكي الويلات من مولودتها الجديدة. نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة لمولودتها الجديدة ليلى روز عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات انستغرام في خاصية أستوريا، وعلقت عليها: واي واي يا عمري اللي ما تخليني أنام بالليل، ضروري من السهرة لكم. وكانت دنيا بطمة قد وضعت مولودتها الجديدة في شهر تشرين الأول أي أكتوبر، وشاركت متابعيها مجموعة صور لها ولمولودتها التي أخفت وجهها وكانت قد أطلت بالقفطان المغربي. وتحاول دنيا بطمة أن تظهر أناقتها وتخطيها مرحلة الولادة، فظهرت بفوتو سيشن وقد أبدت كامل أناقتها في مجموعة صور شاركتها مؤخرا على الإنستغرام. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموجز، شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. استودعكم الله، إلى اللقاء.